السلام عليكم دكتورة بشرى بن عبد الخالق، رئيسة الجمعية المغربية للطب التكاملي والتجديدي سوماميغ. أنا سعيدة أنني متواجدة معكم اليوم في قناة اليوم 24 باش نعطيو بعض التوضيحات على بالنسبة للصيام والطفل. هذا موضوع مطروح عند العائلات كلهم، وكنلقاو بزاف العائلات كيشجعوا وليداتهم على الصيام. الو، هذا مزيان ولكن بضوابط. دائما كنتكلموا على الضوابط. خاصنا نعرفوا ان الجسم ديال الطفل كيكون فيه تكوين، يعني باقي كيتكون، مازال ما سالاش التكوين ديالو، والنوم هو مهم كذلك باش هاد النمو ديال جسد الطفل بصحه جيده جسمانيا وعقليا ونفسيا. كنلاحظوا انه في رمضان كيقل هاد النوم، كيكون يعني كيتم السهر بحكم انه حتى وجبه الافطار كتكون معطله. الا هضرنا غير على دابا كتبدا حتى للسبعه تقريبا، لا ربع ولا قل ثلث ديال المساء. دونك بين ما الواحد ينوض على الطبله هي 9 ونص ديال الليل، او هي 8 ونص ديال الليل. من بعد التراوح كذلك كتكون واحد النظام معيشي كيولي في الدار مغاير، فبالتالي الاطفال كيكونوا اكسيتي، ما تيبغيوش ينعسوا الاباء ديالهم الا القله. والغد ليه كتكون كتسناهم تمدروس، يعني كاع الاطفال اللي في الوقت التمدروس خصهم ينوضوا بكري. الا مشاو حتى سهروا يعني ما يمكن لهمش يفيقوا بواحد الاهبه والاستعداد انهم يمشيو يدوزوا يوم دراسي، كي كتجيهم السخفه كتجيهم الدوخه. دونك ما يمكنناش نطلبوا منهم يصوموا، خصوصا الا كانوا في واحد السن اللي يقل عن 11 ولا 12 سنه. حيت مع الاسف كنلقاو بعض العائلات كياكدوا على ان الوليدات لا خصو يصوم باش يمكن له يجرب، ولكن بتاتر نهار الجمعه او السبت اللي كيكون عطله ديال نهايه الاسبوع، يمكن لينا واخا يسهر داك الوليد يقدر يغطرابي النعاس ديالو في الصباح. وكذلك نمشيو معاه بواحد الليونه. وهذا الشيء كنقولوه بالنسبه للطفل اللي ما عنده حتى شي مرض مزمن، لا يعاني من مرض سكري، لا يعاني من واحد المرض عارض كذلك اللي كيمنعو انه يصوم. وناكدوا كذلك على السوائل. الا كنا السوائل مهمين بالنسبه للاطفال وبالنسبه للشيوخ مقارنه مع الانسان البالغ اللي السن ديالو ماشي يعني ماشي ما هو شي طفل وما هو شي فات واحد 65 سنه. فهاد لي دوز اج اكستريم خصنا الشرب السوائل مهم بالنسبه للاطفال. دونك خصنا الى غادي نقولوا لهم يصوموا بضوابط، اننا نجعلوهم يشربوا بزاف، نجعلوهم يشربوا سوائل، وكذلك وجبه الافطار يكونوا فيها ما يكفي من الفيتامينات ومن التغذيه المتوازنه، يعني فاكهه سوائل البروتينات ونشويات بالقدر الكافي اللي يجعل داك الطفل ما تجيهش واحد ارتفاع كبير ديال السكر من مورا لوغوبا اللي يجعلو عاوتاني يولي غير ضايخ. وهادو هما الاشياء اللي حنا كنلاحظوها في رمضان، ان الناس ملي كتفرط في الاكل بزاف يعني ما كتبقاش كتطلع نسبه السكري، الدم كله كيتدخل لجهه الامعاء، فبالتالي كيكون واحد النوع ديال الدوخه اللي كتجعل الناس يبقوا مرخيين. الوغ كل ما كلينا ما يجب، ثلث للماء ثلث للهواء ثلث للاكل، يعني راه حتى في السنه النبويه ديالنا عندنا بعض المؤشرات اللي كتعطي كتشجع على تغذيه متوازنه وتغذيه كتعطي الجسد ديالنا شنو كيحتاج بدون ما نهجم عليه.